اهلا سامر، شو في شي كان لازم تقوله امبارح ونسيت جاي تقوله اليوم؟ خبرتك؟ ايه خبرتني، اتفاجأت كتير وانصدمت. انا ورشا وكل اللي عايشين بهالبيت مش ناقصنا ناس سلبيين حاملين بقلبهم كره وحقد وغضب من دون سبب. انت عم تحكيني الي هيك طنط عليا؟ طبعا انا على طول بوقف حدك لما بيكون معك حق يا سامر، بس اذا ما معك حق ما رح اوقف حدك. انا فت لقيت الحكيم هون وتضايقت لما شفته لما شفته غرت وتضايقت ونسيت رشا انها مصدومه من اختها وانه انا صحتي بخطر. كل هودي نسيتهم وفكرت بحالك وبس، بينما مازن كان هون عم بيعالجني ويهتم فيي ويهتم برشا ويسمعها كلام حلو. هالتصرف اللي عم تتصرفه يا سامر، حتى لو انت كنت اصدق من مازن رح تخليه يغلبك ويسرق رشا منك، مش لانه معه مصاري، لا، لانه عنده شويه حنان عم بيسمعيهم بهالظروف الصعبه اللي عم تمرق فيها. طب ما انا كمان عندي ظروف صعبه عم بمرق فيها. طبعا نحن كنا حدك ما قصرنا ابدا ورشا ما قصرت ابدا، بينما انت قصرت وكترت. طب شو يعني هلا؟ ما بقى بدها اياني؟ وبعرف هلا لما بتجي اسالها. بعتوا وراها على مدرسة البنات الصغار، ما هي كمان عم تهتم بالبنات لأنها شافت جريمة قدام عيونها. مش هي؟ شو الريف يعني؟ معقول تقعدني سنتين بالريف واترك الجمال اللي هون بالاسكندرية وبالقاهرة وبمارينا؟ انت عارفة كل الأماكن دي ازاي؟ دي بلدي يا أخويا ولا نسيت؟ دي بلدي يا أخويا ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. بس انت عارفة إن أنا مشروعي من الأول مع أستاذ رافع في الريف وما اعترضتيش. طبعا عارفة، بس هيدا الموضوع ما كتير كان بهمني بما إنه ما كنت خطيبتك ولا نسيت؟ أكيد ما نسيتش طبعا. بس أنا هلا مرتك وصرت مجبورة أروح معك على الريف وأنا ما بدي. يا أنا يا الريف. أكيد الريف طبعا. هي تبقى بنت خالد نعمة السكرتيرة بتاعتي. نعمة جت المكتب في يوم وكانت بتعيط وحزينة وسألتها في إيه؟ قالت لي مشاكل عائلية. ولما أصريت قالت الحقيقة، إن بنت خالتها حبت واحد وغلط معاه وحبت منه، ولما واجهته بالحقيقة أخد بعضه وسافر واختفى ومحدش عارف راح على فين. هم كانوا عايزين يستلفوا الفلوس عشان يسقطوا البيبي لأن بنت خالتها كانت حامل في الشهر الرابع. وأنا وقتها استغربت وقلت الدنيا دي غريبة أوي، أنا وأنت هنموت على طفل والناس بتموت أطفالها من غير أي سبب. قلت لها مستحيل إن أنا أسلفك فلوس عشان تقتلوا بيها الطفل. اتكلمنا في الموضوع ده كتير لحد ما وصلت القرار، وكنت خايف اقول لك عليه عشان ما تحكيش. قررتك ترتبي على دلال عشان ادي الطفل اسمي وانقذه من الموت، لان مفيش حد في الدنيا يعرف قيمه الطفل زي. والطفل اتولد وسميته اشرف. يعني الواد ده مش ابنك؟ لا. هو يعرف ان انت مش ابوه؟ عارف امبارح بس، انا وامي كنا بنتكلم في الموضوع وسمعنا انصدم وساب البيت وما رجعش. عندك ولاد تانية؟ لما أشرف اتولد وشفته بيكبر قدامي شجعت وحبيت إن يبقى عندي طفل مني من صلبي أنا. كنت عايز أخلف الطفل ده منك أنت مش من حد تاني. انتظرت كتير فقدنا الأمل أنا وأنت لحد يجي من 10 سنين فاتت. ساعتها قررت إن أنا أخلف من دلال وجت بنت. بنت حلوة وشقية عندها دلوقتي حوالي 10 سنين. أنا عارف إن القصة دي مش هتغير موقفك، وبعترف إني ضعفت، بس أنا ضعفت قدام الأطفال مش قدام الستات. أنا ما كنتكيش زي ما أنت فاهمة، أنا بس كنت عايز طفل. والدلال؟ دلال أم الولاد وبس. مسكينة الست دي، هتلاقيها منك ولا من اللي سابها وهرب. ممكن نرجع البيت؟ شو بيك حبيبي؟ ليه هيك زعلان؟ مش عايز اتكلم دلوقتي. لا تمام. قل لي شو عم تفكر؟
هيك لازم نتصارح ونحكي لحتى نحل كل اللي عم نحس فيه انا وياك. فكرك انا مش عم حس يعني؟ مش متضايقة؟ عايز اعرف لو كان شيرين عمر ابتدوا ينسوا الموضوع ولا لا. ساعتها ارتاح قوي وابقى اسعد واحد في الدنيا. اكيد رح ينسوا. باكد لك. تفتكر الشيء اللي عامله ايه دلوقتي؟ ما بعرف. بس اكيد مش هيقضي عليك لإلك، هيقضي علي انا. ليه بتقولي كده؟ لانه اكيد بتكون عم بتقول انه انا لعبت لك بعقليتك وخليتك تحبني. ايوه بس ده مش صح. وعمر بيكون عم بيقول انه تركتني وتجوزت تامر كرمال مصرياته. كل عمره بيوصفني اني مصلحجيه. بس ده مش صح برضه. مش كده ولا ايه؟ اكيد مش صح. انا بحبك. تجوزتك لاني بحبك. أنا بشكرك إنك رجعت قبلت تدخل البيت من بعد ما أنا بتهمني صحة شيرين. شيرين صديقة عزيزة كتير علي. تفضل. إذا قدرت دخلت وفتحت لك الباب خليها تاكل. لأنه من وقت ما سمعت بالمصيبة نقطة مي ما حطيت بتمها. ما تعتلها. يلا بالإذن. اهلا دكتور عمر. اهلا وردة. شيرين؟ شيرين افتحي، انا عمر. شيرين شو عم تعملي بحالك؟ شيرين نحن مش هيك اتفقنا، مش هيك اتفقنا حبيبتي. عمر انا منهارة، قلبي منهار، جسمي منهار، كله منهار. شيرين بليز بدك تقوي لحتى نقدر نحكي. بس لازم تاكل لتقوى دكتور. طيب بليز جيبي لنا اكل وتركينا شوي لحالنا. حاضر. روقي شوي. شو بدي اقول لك؟ وصلت على المدرسة وطالعة على الدرج لشوف المديرة وهيك حس السما كلها بدها تطربق على راسي مقمقت، خايفة، كنت حس بدهم يشحطون للبنات من كتر المشاكل اللي صاروا معهم. فتت، قعدت شفت كل هالأساتذة وما بتصدقي شو قالوا، والله ما بتصدقي. شو؟ كلهم متعجبين إنه رغم كل المشاكل اللي صاروا مع ليل وقمر هاليومين، بنات كتير محسنين. محسنين بالدرس، بالأخلاق، بالمشاركة، بالتصرفات. وهن متعجبين لانه عارفين المصيبه الكبيره يلي صارت عند استاذ فؤاد. بنات مرتاحين عنا. وبس سالوني عن السبب قلت لهم انه السبب هو انت يا ست عليا. انا؟ ايه طبعا انت، ما تكوني كثير متواضعه. انت امي سليه وهيدا الشيء بشهاده كل الناس. الا بنتي. شهاده كل الناس الا بنتي روبي. ما عرفت ربيتها منيح، ما عرفت تعاملت مع وضعها الخاص. بنتي اللي صار لها زمان عم تطلب مني النجدة وأنا ما قدرت ساعدها لظهرها من البشاعة اللي هي فيها. ليش هيك دايما بتعاملي بحالك ماما؟ ليش دايما بتحملي حالك المسؤولية شو ما صار معنا؟ ليش هالقد بتحبي تظلمي حالك؟ لأني ما بحب أظلمكم. حياة زلمة تكون كفاية. هاي شيرين اللي كل يوم عم تعمل تمارين قاسية لإجرة كرمال تصير منيحة وتتحسن، هاي شو النفع؟ ما كنت عم بعملهم لإله؟ لا مش لإله، كنت عم تعمليهم لحالك، لحالك أنتِ.
عشان انت ترتاحي تقدري تفوتي وتمشي بين الناس بثقه. ليش عمل في هيك؟ ليش طلب يتجوزني من اول يوم؟ هو اللي كان مستعجل مش انا، انا ما طلبت منه شيء. بعرف. ليش ما تركني من اول يوم؟ من قبل ما احضر واتامل وانبسط والبس الفستان الابيض ووزع الكروتة ليش؟ انت ليش كل هالقد عم تفكري فيهم؟ ومش عم تفكري بحالك؟ لانهم قاهرين، اثنيناتهم حارقين لقلبي. اكثر شخصين حبيتهم بحياتي بيعملوا فيي هيك. كيف قدروا؟ معقول ان هالقد شريرين؟ مش هالقد شريرين، بس هالقد انانيين. ما فكروا الا بحالهم. وانت هلا قاعده هون ومش عم تفكري الا فيهم. ليش ما بتفكري بحالك شوي مثلهم؟ ليش؟ هي انا. انا مثلك ذات الشيء. اقرب صديق وحبيبتي. خانوني وفلوا وما فكروا الا بحالهم. ما فكروا فيي ولا بمشاعري. انه ما انصدمت؟ اكيد. ما بخفي عليكي. بكيت وصرخت وسألت حالي 100 سؤال مثلك. بس خلص. اخر شي خلص. انه بدي انهار كرمالهم؟ لا. ما بيستاهلوا. وحياتك ما بيستاهلوا اللي عم تعمليه كرمالهم شيرين. شو بدي اعمل عمر؟ وقفي على اجريك. ايه؟ وقفي على اجريك، قوي حالك. حبي حالك. حتى تقدر العالم تحبك من جديد شيرين. مش قادرة. بحس حالي انشلت بالمرة. فشر. فشر يلي بده يشلك. قومي كلي. قوي حالك، رجعي فكري بحالك. بالجامعة، بالبيت، بصحابك اللي كل يوم عم يجوا يسألوا عنك وانت مش عم تقبلي تشوفيهم. قومي قوي حالك. رجعي كفي تمارين اجريكي، كرمالك انت. مش كرمال حدا تاني. لحتى نهار اللي بده يحس تامر انه هو غلط بحقك وقت تخلى عنك، ويرجع وهو مفتكر انه انت ناطرتيه، بيكتشف انه لا. انت مبسوطة وعايشة وناجحة. حتى يمكن تكوني مغرومة بحدا تاني أحسن منه بكتير. عمر، شو؟ ما تتركني، أنا بحاجة لنا. ما تخافي، مش رح أتركك، مش رح أتركك. بكرة عبكرة ناطرك بالمستشفى مشان تكفي تمارين رجليك. أوكي؟ وهلأ بتاكلي وأنا بدي أروح عندي شغل، وإذا بدك أي شيء بتحكيني، أوكي؟ أنا عايزة أروح لشرم الشيخ بكرة. تروح شرم الشيخ؟ ليه؟ تامر في ورطة، لا عارف يفكر ولا عارف يتصرف، وأنا واجبي وواجبك أنت كوالده إن إحنا نوعية لمستقبله. مستقبله ده إيه؟ ده اتجوز. يطلق، إحنا لسه في أولها. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ تامر مغرم بالبنت دي، وبقى تتجوزها وبيقضي معاها شهر العسل، يعني بيعيش معاها أجمل أيامه، وعايزاها يطلقها. انت بتحسبيها زي نبيله؟ لو مش هتسافر معايا انا هسافر وحدي. لا ما ينفعش تروحي لوحدك. انا حالي معاكي. تعرف عنوانه؟ ممكن اعرف المدحت. طيب انا تعبانه شويه لازم انام. نبيله انا كنت عايز اتكلم معاكي في الموضوع اللي هو خاص بينا. من فضلك لو عايز تتكلم في موضوع ناجله خالص. انا دلوقتي دماغي مشغول بموضوع تامر. أنا تعبان هذا. تعبان. أشرف ما قول كل شيء من قصة بيك؟ لا. لكن قل لي شو فيها؟ أشرف خبرني شو فيها؟ ماما
ماما وين رايحة؟ لعند شيرين. لا رشا، حكينا بالموضوع وخلص. أنا ما بدي إياكي تروحي، أنا ما بريد حدا يهينك أو يسمع كلام قاسي. قلت لك خرجي، ليه ما عم بتصدقي؟ ماما أنا مش مطولة، انتبهي على البنات. أنا بس لقلك إنه أنت بعد ما ظهرتي من هون ولا استقبلتي حدا، بس كل الحي صار عارف بقصة روبي. اهلا بالحلوة وردة، اعملي لي قهوة بليز. ركوة هالقد على راسي من فوق. عليا طنط عليا، مرحبا. كيف ممكن يخطر عبالك تيجي لهون؟ بابا خلص بليز. أنا جاية أعتذر منكم. ما بدنا اعتذارك، ما بدنا أي شيء من أثر بنتك بهذا البيت. بابا على منكرة للجميل. خلاص تركي، خلي يقول لي بده إيه. حق طبعا حقي. شو جاي تفهميني إنك ست منيحة يعني؟ جاي تربحين جميلي من كيسي؟ بابا خلاص خلاص، طنط علي ما خصها بشي. مين خصه لكان؟ أنا؟ تفضلي يا ست، فرجينا عرض كتافك من غير مطرود. حاضر، بس أنا جاي أقلك إنه أنا زعلانة قدك وأكتر، وجاي أعتذر منك وأطمن عليك. طب تعالي. شيرين يا حبيبتي، أنت يا حبيبتي، أنا موجوعة موجوعة كتير. بعرف يا قلبي ليش عملوا فيي هيك، ليش روبي عملت فيي هيك. انا شو عملت لها؟ انت ما عملتي لك كل شيء منيح، هي ما عملت فيك هيك ان كيفك انت. لا، هي عملت هيك لانه فكرت الا بحالها، لا فكرت فيك ولا فيي ولا باختها ولا بحالها. قتلوني قتلوني. لا اوعى تقولي هيك، انت اليوم اقوى وحده فينا، انت اقوى وحده وانظف وحده. انت ما غلطتي مع حدا، كل غلط معك. شو الفرق مين غلط مع مين؟ المهم شو صار بالاخر. بالعكس، انت اليوم ضميرك مرتاح وراسك مرفوع، بينما روبي بكون بلشت هلا عم بتفكر كيف بدها ترجع لهون، باي وجه باي عين بدها تطلع فيكي وفيي وباختها وبالجيران وأصحابكم بالجامعة. ما تغلطي يا شيرين، فكرني حلا أقول لك إيه، أنت قوية ونظيفة ونحن لازم نستحي مش أنت. وينون؟ تعرفي وينون؟ يا ريت بعرف وينهم، يا ريت.
شو؟ ما في شيء ينقال معك؟ طبعا اشرف بس كثير صعب عليك، صعب عليك ومش حدا تاني. بتعرفي شو؟ بهيك حالي عادة الواحد بيتفاجئ بتغيير بيو، يعني اسمه. أنا فجأة تغير اسمي وتغيرت هويتي كمان. كنت على أساس مصري صرت لبناني. قال لك إنه بياك الأصل لبناني. أمي. أشرف أنا كتير انبسطت إنك خبرتني لإلي. أنت ما كان بدك تخبر حدا. طب يعني انك وثقت فيي؟ طبعا بتوثق فيكي. انا بهديك الليله المشؤومه لما بيت لقى بست نبيله عندكم بالبيت كنت جاي ومقرر لك اني بحبك. بوقتها كان لي عين اولى. هلا ما لها عين ولا لها حق. ليش ما لك عين؟ ليش ما لك حق؟ انت بتعرفي ليش؟ اشرف، اشرف انا كمان بحبك، بحبك كثير. صار لي فترة مدمرة، انا ما كنت عم تحكيني. اشرف ما كنت عم تسأل عني. بتحبيني ساعديني. شو بدك اياني ساعدك؟ هلا انا لاقي حالي من جديد ضايع، مش عارف شو بدي اعمل بحالي، مش عارف راسي بيقع بشري، مش عارف وين بروح وين بعيش. شو اسمي؟ مش عارف شي من شي. مساء الخير. اهلا اهلا حكيم، تفضل تفضل. اهلا، كيفك؟ الحمد لله تمام، تفضل. اهلا. مرحبا. هالقد بتخافوا من الحكيم؟ المفروض الحكيم بصحح ما بيخوف. حسب، حكيم عن حكيم بيفرق. بدي اعرفك على اخواتي وخياتي والصغير اللي هون ماجد ابني. ابنك؟ ايه. ليش انت مجوزه؟ ارمله. بعتذر. عشو بتعتذر؟ كمان انت قتلت ليوسف جوزة لنور؟ انا ما قتلت حدا، لا يوسف ولا غيره. طلع اخوتك شوي لبرا، بدنا نحكي.
الو رشا، روبي طمنيني عنك حبيبتي، كيفك انت والماما؟ شو قولك؟ رشا انا مش عم تلفي لحتى نتعاتب، بليز طمنيني عن صحتك وعن صحة الماما. منيحة بس ما بدي اعرف شي تاني. بس احنا بدنا نعرف وينك روبي؟ وين رحتي؟ شو عم تعملي؟ انا تجوزت، تجوزت تامر. قولي له للماما انه انا عايشة بكرامة وبعزة نفس وبالحليل مثل ما هي ربتني. كيف إلك عين تحكي بالكرامة وعزة النفس وحطيتي لنا راسنا بالوحل؟ لو كيف إلك عين تسأل عن صحة أمك؟ كيف إلك عين تلفنا أصلاً روبي؟ أنت عارف الناس هون شو عم بيحكوا عنك؟ أنت عارفة شو عملت فينا أصلاً؟ أنت عارفة وضع البيت هول كيف؟ أنت بس عرفي هول ورجعي حكيني بالكرامة وعزة النفس. مين اللي جعان وقاعد مستنيني؟ أنا مش واطية تامر، أنا ماني شريرة، أنا ما عملت شيء، ما عملت شيء. في في يا حبيبتي مالك؟ اهدي، في إيه؟ كنت بتكلمي مين؟ إن العقل يجيب عقلي مش أنا. اهدي اهدي بس مالك؟ اهدي قولي لي مالك؟ الماما ما بدي الماما تكرهني، تامر ما بدي الماما تكرهني. بس 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 تكرهني ما بدي. بس حبيبتي بس بس يوسف ابن خالتي زوجوني اياه كان عمري 16 سنة. قال بيصير بيصرف معنا. زوجوك اياه؟ طبعا. لكن فكرة كون البنت هي بتختار عريسها وبتصير بتقيمه، يا بترفضه يا بتقبله. زوجت يوسف وجبت ماجد. بعد سنة ما جبت ماجد جابوا لنا يوسف على البيت ميت مقوص. أول شي افتكرنا زعلان، بس بعد ما زارنا الرجال وقالنا منقبل دكتور حداد فهمنا كل شي. شو خصو الدكتور حداد؟ دكتور حداد كان يتعامل مع جوزي. جوزي كان يأمن له زبونات لحتى يبيعوا أعضاء من جسمهم مقابل مبلغ من المصاري. يتفقوا معه عليه وبس يخلص العملية طبعا كانوا يعطوه ربع المبلغ اللي اتفقوا عليه. هيدا اذا طلع طيب من العمليه. عصابه بدك تقول؟ طيب ليش قتلوا؟ بده يكون صار يتكبر عليهم ويهددهم انه يفضحهم. فكر حاله قبضاي، كلفهم رصاصه، وطبعا استفادوا من قبل ما يعطونا الجثه الكلاوي وما بعرف شو كمان. معقول؟ دكتور حداد بيشتري الكلوة من شباب هالمنطقة ألف دولار، ببيعها لشي واحد غني ميت لحتى يعالج ابنه الوحيد بمية ألف دولار وأكتر كمان. تجارة مهمة ما هيك؟ ليش ما أنت كمان بتفوت فيها؟ أنا إنسان. إن شاء الله. شو طلباتكم هلا من الدكتور حداد؟ من قبل ما يموت جوزي راح هو بي لعند الدكتور حداد وباع كلوته، كان بده يعالج امي اللي عم بتموت. راحت الكلوه وامي ماتت وبي انضربت صحته لانه لقت فيروس بالعمليه طبعا مثل الكل. والدكتور حداد بعد ما دفع ولا قرش بيقدفنا وبيبعدنا لحد ما بلشت اعمل مثل جوزي. هادي دو اني افتحه. وليش عم تعملي هيك؟ ليقتلك؟ يمكن يمكن عبالي يموت هونيك الحياة أشرف من هون. حكيم أنا كمان إنسانة مثلك، بحب أعيش بشرفي وكرامتي. هيدا هي قصتي. إذا كنت كذابة عم تشتغل جاسوس للدكتور حداد تكون رحت علي وعلى عائلتي، وإذا كنت صادق
بطلب منك تساعدنا. أنا بشتغل بتنظيف المكاتب كل النهار بس مش عم لحق طعمية. ناطرة منك جواب إذا فيك تساعدنا. أنا تجوزنا ما عملنا شي غلط؟ غلط يا حبيبتي بس أنت دلوقتي مراتي. تامر وهدني وعدني انه ما حتخلي حدا يهيني وحتى يسمعني شي كلمه بشعه كل العمر. انا عملت كل اللي عملته لاني بحبك، لانه حسيت اني ما فيني اعيش من دونك. ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش، انا ليجي جنبك اموته. احميني تامر، احميني حبيبي، انت الوحيد اللي بتقدر تحميني. من يوم فتحت عيوني على الدنيا وانا عم فتش على حدا يحميني. ما تخافيش يا حبيبتي انا هحميك من الدنيا كلها، ما تخافيش. بحبك بحبك. بعرف اني ثقيل وجاي من دون موعد بس ما قدرت ما اقطع اشوفكم شوي. اهلا كريم، كيفك؟ واضح انكم زعلانين ومصدومين بس بتقول للصراحه يمكن هيك احسن. احسن بشو؟ طنط عليا، روبي كانت عايشه ضايعه، انا معها بالجامعه وبعرفها اكثر منكم صدقوني. بالجامعه بتكون صريحه كثير بين اصحابها بس هون بتخبي مشاعرها. لما أكثر من مرة صرحتها لروبي وقلت لها إني بحبها كانت تضحك علي، كانت تقلي أنت مجنون، أنا بدي أقبل واحد مثلك، بدي آخذك وأنترك لتظبط أوضاعك وبس تيصير معك مصاري وقادر تحميني كون كبرت وراحت صحتي. كانت تقلي أنا بدي أعيش هلأ، بدي أرتاح. كانت ضايعة ما بين حبها إلكن أنتو عيلتها وما بين إنه تظبط وضع عيلتها. روبي هما أنت، أما تشوفك مبسوطة ومرتاحة، أما ترجع ترجع لك حقك. يا عم صدقوني روبي منا شريرة قد ما الكل متصورين، صدقوني. كل اللي عم بتقوله بعرفه منيح بس هالحقيقة ما بتنفع عذاب الدنيا، العذاب اللي سببته روبي. صدقيني بكرة كلهم بينسوا. أنت كتير مغير كريم وكتير رايق كمان. أنا مغروم. عنجد؟ بمين؟ بنت بتجنن، بحبها كثير وهي بتحبني كثير، شكلها القصة رح تكبر شوي شوي. مبروك كريم، أنت بتستاهل كل الخير. ميرسي. شو بتشتغل؟ هي مسؤولة عنا بالشركة مطرح ما أنا بشتغل. واو، مسؤولة؟ أنت كثير شاطرة هيك تصارت مسؤولة بهالسرعة. هي مش بسرعة، بس صار لها 15 سنة بالشركة. ايه هي اكبر مني بشوي. قديش يعني؟ 12 سنة. شو؟ تعشيت؟ مش جوعان. رشا قومي سخني له قطعة كبة، جيبي له اياها مع شوية لبن. طب خاط ايدي. شو؟ ما بدك تقولي لي شيء؟ خليني افكر شوي. ما بحب يلي بينقال بسرعة من دون تفكير. العلاقات أصعب شي بالحياة. هلأ بتاكل نحكي بعدين. خبرني عن شغلك. فظيعة عن جد طنط عليا، أنت فظيعة. شو طمنيني كيف صرتي هلأ؟ تعال عندي إذا ما عندك شي. يا ريت، أنا كمان ضايع ومش عارف وين بدي روح.
مش معقول شو حلو هالبيت. يا ريت كان لقلنا. كنا كل ما نهرب من عجقة الناس من الضجة كنا منحمل شنطة صغيرة أنا وياك منيجي لهون لحتى أكون لحالنا من دون ما حدا يزعجنا. خلص يا ستي، اعتبر البيت ده بقى بتاعك. شو؟ ما في شو، هشتريه لك. لحظة لحظة، رح تشتري هيدا البيت؟ ايوه طبعا هشتريه لك. حبيبتي انا ما اقدرش ارفض لك طلب في الدنيا دي ابدا، انت مش عارفه انا بحبك قد ايه. حبيبي انت، مرسي كتير. حبيبي ربنا يخليكي ليا. وردة المسكينة عم تلفن تلغي العرس لكل الناس اللي وزعنا لهم بطاقات. ما يزارتني اليوم مش مصدق اللي صار. حدا بالجامعة مصدق. ولا أنا عم صدق اللي صار عمر. كأنه حلم. كان حلو وفجأة صار كابوس. بتعرفي شو؟ أنا اكتشفت شغلة كتير مهمة بروبي. ما بدي أحكي عنها. لازم نحكي عنها. لازم، لأنه هي السبب بكل شيء. هي اللي خلت تامر يجن ويلحقها ويتركك. ما تشيل الحق عنه، هو منه ولد صغير. أكيد، بس الروبي إنها قوية كتير بس تكون موجودة. عندها قوة حضور فظيعة. والغريب إنه بس تروح وتبعد ما بتترك وراها شي. قوتها بحضورها بس، بضحكتها، بسحرها، بجمالها، بجسمها. بس لما ما بتكون قدام عيونك ما بتترك فيكي ولا أثر. أنا كنت مفتكر أول ما سمعت الخبرية إنه مش رح فيي يكفي حياتي. أنا هلأ أحسن بكتير.